جزاكم الله خير. امرأة تقول أريد أن أجاهد في سبيل الله، وسؤالها هل يجوز أن تذهب ولو دون موافقة من وليها كأبيها أو أخيها أو زوجها، وهل عليها إثم إذا تركت وراءها أولادا دون من يكفلهم؟ أفتونا مأجورين. هذا سؤال سائلة رمزت إلى اسمها بالحرف غين من القصيم. لا يجوز لها أن تخرج للجهاد ولا لغيره إلا بإذن زوجها وإذن والديها، لأن حقوقهم مقدمة، والجهاد إنما هو سنة، الجهاد سنة في حقها. إذا توفرت الشروط، كان معها محرم وكان الجيش بحاجة إليها تداوي الجرحى وتمرض المرضى وتسقيهم الماء ونحو ذلك، فهذا من جهاد المرأة كما فعلت بعض الصحابيات. أما إذا ترتب على خروجها معصية زوجها ومعصية والديها أو تضييع أولادها فإنها غير مأجورة في هذا الخروج، ولكن إذا بقيت عند أولادها تربيهم، وعند زوجها تطيعه في حقوقه عليها، وعند والديها تبر بهم وتحسن إليهم، فهذا أفضل في حقها من الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاءه يستأذنه الخروج في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، وتؤجر على نيتها. هذا يدل على نية طيبة من هذه المرأة، فتؤجر على نيتها أنها لو تمكنت وزالت عنها الموانع أنها تخرج للجهاد في سبيل الله، فيكتب لها الأجر بما نوت. نعم.